مساء الخير على كل متابعي منصة أبو كبير ميديا، معكم سمر مكي من محافظة قنا، ولايف جديد النهاردة ومختلف عن مصطلح البلح. هنعرف معاكم يعني ايه مصطلح البلح. طبعا المهنة دي اللي اتشهرت بيها محافظة قنا بمختلف مراكزها مهنة من قديم الأزل، اشتهرت بيها محافظة قنا. زي ما شايفين البلح في كل مكان، أنواع عديدة ومختلفة، كل نوع لوحده. طبعا احنا مش عارفين قصة يعني ايه كل نوع لوحده وليه كل نوع لوحده. هنتعرف معاكم على قصة مصطلح البلح وقصة الأنواع الأغلى في على مستوى الجمهورية. في طبعا أنواع كتيرة بتكون المزارع زي سكوتي وجنديلة وبرطمودة وتحيا مصر، البلح اللي تابع تحيا مصر. طبعا ما ننساش ابدا البلح البلدي، التمور النوع البلدي اللي طبعا معظم انواع البلح في محافظة قنا من النوع البلدي. زي ما شايفين اهو من داخل اكبر مصطلح بلح بمركز قوس قرية الحلة جنوب محافظة قنا. هنتعرف معاكم على قصة مصطلح البلح وقصة الفرز. وكان كمان مصطلح البلح مشهور، لما نقول كلمة مصطلح بلح يعني على طول تلقائي نقول منطقة صحراوية. احنا زي ما شايفين ده مصطلح بلح وجنب النيل اهو. هنتعرف معاكم ايه الفرق بين مصطلح البلح اللي في منطقة صحراوية والفرق بين مصطلح بلح داخل منطقة زراعية. زي ما شايفين اهو عمال وصاحب مصطلح بيفرزوا البلح، يعني زي ما شايفين البلح في الارض كأنه لوحة فنية. زي ما شايفين احنا طبعا ده موسم مصطلح البلح بيبقى من شهر من بداية الموسم بتاع قطع جني البلح لغاية طبعا شهر نوفمبر او في نص نوفمبر، بتكون دي الفترة الاساسية للمصطلح البلح. بنلاقي صحراء محافظة قنا تحولت فجأة للوحة فنية من انواع البلح بمختلف كمان القرى في المناطق الزراعية. زي ما شايفين اهو انواع التمور مفروشه للتجفيف في كل مكان. اهلا وسهلا بحضرتك، ممكن نتكلم معاك؟ اهلا بيك يا ابو، ممكن تعرفني بنفسك وتفهمنا يعني ايه مصطلح البلح؟ الاسم احمد عبد النعيم محمد احمد الشهيد محمد عبد النعيم الشيخ من قريه الحله، شغال في البلح. مهنتي مهنه النخيل، فانا بشتغل طبعا مهنه النخيل دي واخدها وراثه يعني اكتر من 150 سنه في النخيل، يعتبر من عائلتك لغايه حضرتك. والله انا اخذت المهنه عن ابويا الله يرحمه، كلام سليم، كان راجل بيطلع نخل وانا كنت عيال صغيرين معاه زي كده، وكنا بنطلع في النخل نشوف اللحظة. كلام سليم شغالين وكده يعني. يعني ايه كلام عن مصطلح؟ والله مصطلح البلح بتبقى في حته ارض فاضيه وبتعمليها زي عامل مصطلح كده، بتكون مثلا حوش، بتكون مثلا منشر كبير. هو بيبقى انك انت بتجيب البلح ده من فوق النخل، جني النخيل، من جني النخيل. النخله اللي بتبقى مستويه بتقطعيها وبتجيبيها هنا تفرشيها في الشمس. طب انا شايف ان كل نوع يعني لوحده، ده مثلا ليه ده مش مع ده، ليه ده مش مع ده، ايه الفرق بين ايه القصه بتاعت مصطلح البلح؟ والله هو الانواع دي كلها نازله من فوق النخل، لان هو كل نخله بنوعها وبشكلها. ممكن نروح هناك؟ يعني انت كل نخله، انتاج نخله بتحط في مكان لوحده؟ هو كل انتاج نخله بيبقى لحاله، حتى في الاشوله بيبقى لحاله وبالرقم. طب ماشي، ده انا سمعت لا ده بيبقى ده لوحده، ده يعني معزول. ده لازم ايه الفرق بين اللي هنا ده مع بعضه وايه الفرق اللي بين هنا؟ ده كان في الارض ولما نام من الارض طبعا على اساس ان احنا هنفرزه هنا في الشمس. انت بيتم فرش لازم يعني مفروشات تحت البلح؟ لازم انا لما انا شايله من على الـ على الـ على الارض نفسها لازم انا احط له حاجه كده فرشه عشان خاطر انضف عليه البلح وافرزه عليه، وبعد كده عشان خاطر اعبيه في الاشوله بتاعته نظيف. ده نازل البلح المصطاح بيحصل ايه؟ اول ما بيجي ننزل من النخله بيجي يدخل المصطاح هنا، بيجي هنا على المصطاح بنفرشوه هنا في الشمس، بياخد 20 يوم شهر كلام سليم، وبعد كده بنقومه ونخليه كده اهو. بس اول ما بيجي بيبقى مفروش زي مفروش زي اللي هو البلح اللي في الارض ده. بعد كده بيفضل كام يوم عشان يتم فرزه زي اللي احنا شايفينه؟ بتاع اقل حاجه 20 يوم او شهر، اقل حاجه يعني بتاع 20 يوم او شهر. في اول الصيف بيبقى 20 يوم، لان بيبقى الجو حر، شهر 8 بيبقى الجو سخن جامد.
هو مصطلح البلح المهنة فيه بتبدأ، يعني العمل فيه بيبدأ من شهر كام؟ والله هو مصطلح البلح بيبدأ معانا من شهر 8 من أغسطس لنوفمبر؟ بياخد معانا 3 شهور، من 8 ل 11. البلح ده بعد كده يتخزن. احنا طب احنا قدامنا نوع اهو. اه. ايه النوع ده؟ ايه خده جاهز ان هو يتباع ولا لسه فيه؟ لسه بنفرزه. ده بنفرزه الاول، بعد الفرز يبقى يعني اللي هو ده اتجفف. ده اتجفف. اخد مده كام في الشمس؟ ده اخد بتاع 40 يوم في الشمس. 40 يوم؟ 40 يوم في الشمس. بعد 40 يوم يتم فرزه. بعد ال 40 نفرزه ازاي؟ نفرزه يعني فرز؟ معانا بننقي اللي هو البلح اللي اكلها الطيره كلام سليم، البلح اللي هي الناشفه مثلا منها، البلح الخوش اللي هو جرست في من شده حراره الشمس برضك في الشغل، في البلح نفسه لان بتيجي زي كده وبتفرز البلح ده اللي هو بتطلعيه مني. دي في نظام الفرز بتاع البلح كلام سليم، بتحطيها في بتفرزيه. ده الثالث؟ ده اللي هو ده الثالث كلام سليم، ده هو الفرز بتاعه ده بيبقى كده. ده انت بتاخده يعني العمال بيبقوا شغالين فيه، يعني ده مهنة صعبة مش مهنة سهلة. لا مش مهنة سهلة، لا مهنة صعبة. ايه سهلها؟ لان ده انت بتروحي شغل كتير، ده فيها من هو احنا شغلة المصطلح البلح وشغلة البلح من شهر 3 واحنا بنبتدي في شغل النخل عشان خاطر نجمع البلح ده ونلم المحصول ده. هو حضرتك اصلا يعني شغال في بلح طبعا، انت اتولدت لقيت نفسك شغال؟ انا اتولدت لقيت نفسي كلام سليم عن ابويا مهنه النخل. انت بتطلع النخيل؟ بطلع النخيل. بتجني البلح؟ بجني بلح. في عندنا بنجني وعامل مصطلح لنفسي شغال فيه برضك شغل تجاره، وعندي برضك نخيل ملك خاص ليا ولاخواتي ولابويا وكده. عندنا يعني نخيل من انت فاهم كل حاجه يعني. انا عندنا النخيل، انا طلعت لقيت نفسي في النخيل نفسه، في الشغل بتاع النخيل ده كاملة عامة يعني. في ده مهنتنا وشغلتنا، وبعد كده ده رزقنا منيها وبنتعايش من ورا منيها، ما معناش مهنة ولا حاجة ولا معيشة غيرها هي مهنة النخيل. طيب احنا دايما يعني نسمع عن مصطلح البلح، ان كلمة مصطلح بلح يعني على طول دماغنا على طول بتروح على منطقة صحراوية ما فيهاش اي سكان حواليها او زراعات. تمام. احنا النهارده في مصطلح بلح جنب النيل وحوالينا شجر، ايه الفرق بين المصطلح البلح اللي بيكون في الصحراء والمصطلح البلح اللي بيكون في منطقه زراعيه؟ والله مصطلح البلح اللي بيبقى في الصحراء بتبقى اول حاجه اصحابه دي موجوده في المناطق بتاعته هناك اللي هي في القرى اللي هي مجاوره للجبال. كلام سليم. احنا كقريه جنب النيل ما عندناش اماكن ولا عندي ما في جبال. انا شايفه نفسي ان انا قاعده في لوحه كده مرسومه في النيل، تحفه فنيه كده على الارض. هو الصحراء والمنطقه الزراعيه في موسم النخيل خاصه في مركز الكوف بيتحول، يعني الصحراء بتتحول كلوحه فنيه، المنطقه الزراعيه بتتحول خريطه على الارض مع وسط الزراعات. عندنا ناس كثيره شغاله. حابين نتمشى كده ونتكلم عن انواع البلح الموجوده. في عندنا جميع انواع البلح. جميع الانواع. جميع الانواع. طيب هو في نوع اسمه سكوتي ونوع تبع تحيا مصر ونوع اسمه كنديله وبرطموده. في محافظة جينا ما فيش الانواع دي خالص. ما فيش الانواع دي؟ لا اللي هو السكوتي هو فيه بس قليل. لا ما فيش. يعني سكوتي فيه؟ لا لا ما عندنا في محافظة جينا الا الناس اللي جابت شتل من محافظة مزارع. جابت شتل في مزارع ظهرت الانواع دي عندنا. محافظة اسوان المحافظة الوحيدة اللي هو بتورث ابنك؟ نعم لا جايب اختي عبد ابنك بتورث طبعا. برضك شغال معانا برضك يعني هو صغير شغال فيه. بعد كده احنا عندنا الانواع دي انواع بلد، بس عندنا انواع الاغلبيه انواع فواخر وانواع عجينات. يعني من النادر ان تلاقيه مثلا في مصطلح بلح، بلح شعبي، البلح الشعبي خفيف. اما البلح اللي موجود هنا في محافظات الصعيد زي قنا والاقصر واسوان انواع فاخره وانواع عاليه. فيها برضه جميع المحافظات دي في انواع بلدي. نتمنى برضك ان هو يعملوا لنا مصانع ويهتموا بالصعيد كتير. هو في اهتمام بقصه النخيل وزراعات النخيل داخل صعيد الصعيد او داخل محافظه قنا؟ خلينا في محافظه قنا عشان احنا اللي عارفينها. نتكلم في حدود في اهتمام بقصه النخيل، يعني طبعا اكيد في مشاكل بتواجه المزارعين والتجار. هو بالنسبه للمزارع اللي اتعملت دي على مستوى محافظه قنا ده شغل استثمار، ما جاش للمزارع اللي هو في بلادنا ولا في القرى. لا ده من الحاجات دي ما جت لناش احنا، جات لي شغل طبعا وزاره البحوث الزراعيه عامله مزارع كثيره. كلام سليم. بس الانواع اللي فيها ما فيهاش فيها بسيط الانواع المجففه دي،
اللي هو فيها الانواع البرحي، المجدول، السكري، كلام سليم، في حاجه اسمها سماني، في حاجه اسمها زغلول، ده كله البعض بيطلع منه بلح بيتباع في السوق، بلح مستوي كلام سليم بينزل السوق بيتعبى في صناديق او في كراتين وبينزل السوق. السيوي برضك نفس القصه. احنا عندنا هنا الانواع دي بتبقى مجففه من فوق النخيل. يعني ايه مجففه؟ بتبقى هي بتبقى استوت استواء كامل من فوق النخل، فبنقطعها وبنديها فتره هنا في الشمس وبعد كده بنخزنها ان بننزلها السواق. ده في الموسم بتاعه اللي بينزل السوق بس. طب هو في كم نوع هنا؟ احنا شايفين الوان كتير بس ما شاء الله. جميع الانواع. انت بتشتغل في جميع الانواع؟ كله. هو احنا عندنا كشغل من شغل النخيل كله الانواع دي، لان انا بروح عند واحد عنده مثلا 20 نخله 15 نخله ما بلاقوهمش كلهم نوع واحد، فيهم كل نخله نوع. من النادر ان انا الاقي لي مثلا خمس ست نخلات نوع واحد. فالانواع دي كثيره، لان طبعا انت زي ما انت شايفه جميع الانواع. طب ده بيفرق في السعر؟ السعر بتاع البلح؟ في انواع بتبقى انواع عينات حلوه بالصلاه على النبي، بتبقى مثلا انواعها بتبقى غاليه في السوق برضك. يعني ده النوع ده بكام وده النوع ده بكام؟ ده سكته بيبقى مثلا 15 جنيه 20 جنيه. ده 15 جنيه. ده بيبقى لما انا ببيعه في سوق العبور، سوق الجمله كلام سليم، ببيعه بتسافر القاهره تبيعه. بنزل القاهره ببيعه في العبور كلام سليم، ببيعه ب 15 جنيه ب 17 جنيه. عندي بلا عينات فاخر كبير وبيبقى مثلا ب 20 25. ايه اغلى نوع بتبيعه بكام؟ سعر كام؟ هو انت وحظك في السوق، لان ده سوق. هو على حسب التاجر، على حسب موحد للبلح. لا انا على حسب السوق مش على حسب التاجر، على حسب السوق. انا ممكن يجي السوق يهبط مني زي كده كلام سليم ما فيهوش بيع ولا شراء السوق، فتخفض السعر. ابيع البلح اللي انا بقول لك عليه ب 15 جنيه وب 20 جنيه، ده ابيعه ب 8 جنيه وب 9 جنيه. يعني وبعد كده بخسر فيه فلوس وبحط فيه فلوس. احنا ما عنديش سعر دايما بوحد. يعني اول يعني قصه البلح طبعا دي كتير، احنا البلح ده اساسي بيكون، بس اكتر حاجه بيكون عليها اقبال للبلح فتره شهر رمضان. بنبتدي فيه برضه شهر رمضان البلح بيرتفع فجاه كده. هو بيكون عشان الاقبال عليه زياده ولا ايه السر قصه ارتفاع الاسعار في البلح في شهر رمضان؟ هو بالنسبة لنا احنا ما عندناش ارتفاع اسعار، الناس اللي هي لا في ارتفاع اسعار. انا اشتريت مرة في رمضان بلح عشان غالي. هو بالنسبة لارتفاع الاسعار دي مش معانا احنا الكلام ده. انا عندي بلح السنة اللي في بلح بايت من السنة اللي فاتت عند تجار عندنا هنا في مركز بوس. وفي اسمه ده وفي اسوان وفي لوكسور، في ناس عندها بلح بايت من السنة اللي فاتت. السوق جا وحش كلام سليم، يتباع ب 7 جنيه و8 جنيه، في ناس حطت فيه مئات الالاف من الخسارة. ما فيش يعني احنا والله في ناس عندها بلح بايت بعد والله. فطبعا احنا عاوزين لينا مطالب في تجاره البلح دي والمزارع. أيوة مطالب دي المزارعين. مطالب المزارعين ان احنا كتجار ومزارعين واصحاب مزارع هنا على مستوى الصعيد ان يعملوا لنا مصانع تمور. طبعا محافظه قنا ما فيهاش اي مصنع. محافظه قنا ما فيهاش اي مصنع تمور. مفيش. احنا نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يعملوا لنا مصانع تمور ومخلفات نخيل على مستوى الثلاث محافظات، لانه كل محافظه فيها كلام سليم تكفي وزياده لتوريد المصانع. ثلاث محافظات دي اللي هي الاقصر واسوان. جينا لوكسور اسوان اكثر ثلاث محافظات فيها شغل البلح المجفف. فيها المصطاح. فيها مسطيح مش مصطاح واحد. قصة المصطاح دي مشهورة فيها محافظة جنا كمان الأشهر فيها. لا والأقصر وأسوان، فيها أسوان يمكن أكبر كمان تجار بلع على مستوى الصعيد محافظة أسوان. طب أنا سمعت إن مركز غوص وخاصة قرية الحلة اللي إحنا فيها دي من أشهر القرى على مستوى الجمهورية كمان في النخل، يعني في كمية نخيل رهيبة في القرية. طبعاً القرية كلها نخيل. مصدر رزق قرية الحلة اللي هو النخيل. لان احنا طبعا مصنع السكر اخذ الاراضي بتاعه القريه بالكامل، ساب فيها جزء بسيط، فالناس اللي مشى واللي قاعد وكذا فما عندناش. هتعمل ايه؟ ما عندوش مصدر رزق غير البلح، غير انه هو بيشتغل في البلح. غير كده ما في، يعني هو ما عندناش مصدر رزق ثاني. يعني ما عنديش اراضي عشان ازرع فيها قصب كلام سليم، ولا اعمل فيها اي مشروع ولا اي حاجه، ولا حتى مثلا اربي مواشي ولا اربي اي حاجه. ما عنديش ارض اني هنا الفرد فينا او مثلا ابو الواحد فينا عنده خمس قريط، نص فدان،
ما فيش اكتر من كده. طيب احنا في الانواع بتاعت النخيل هنا عندك ممكن نوع ب15 نوع ب20 في عندي نوع ب15 ونوع ب20 ونوع ب30 ونوع ببيعه ب5 جنيه و6 جنيه الشعبي. طيب النوع اللي تبع ده يا مصر سكوتي وقنديله وبرطموده. في برطموده وفي ده بيتباعوا بكام تقريبا؟ برضك السكوتي بيبقى بخمسه، بيبتدي من 25 وطالع. بتبتدي 25 والجنديله برضك بتبتدي من 25 30. طب ايه الفرق 30. في السعر عشان هم يعني سعرهم اغلى؟ لا هو الفرق في السعر، الفرق في النوع. النوع ده سكوتي، بعد كده السكوتي انا ممكن اجمع منه 1000 طن. نوع واحد من اول شكاره لاخر شكاره، نوع واحد من اول بلح لاخر بلح السكوتي نوع واحد. الجنديله نفس الموضوع. الملكابي برضك نفس القصه. وجميع الانواع دي كلام سليم بتبقى فيها كميات كبيره. فنوع سكوتي اسم يعني انا عشان هو اسمه سكوتي هو اغلى. اسمه السكوتي واسمه فيه كميه كبيره. يعني انا لما اكون مثلا تاجر وعندي منطقه بترغب البلح ده كلام سليم، انا عايز مثلا 20 طن 30 طن 50 طن بلح سكوتي، بيجيني كل نوع واحد. اما انا ده بعمل ايه فيه؟ ده برقم كل واحده فيه وبكتب على كل نوع بلحه بعمل لها اسم. يعني ده ما عنديش اسماء، انا موحده وكل نوع بلحه بكتب عليه اسم زي على حسب نوع البلحه وعلى حسب شكل البلحه وعلى حسب اي حاجه فيه. طيب مصطلح البلح نفسه يعني هو فتره معاناه يعني انت بتبقى قاعد في الشمس اليوم كله، لازم في الشمس طبعا بتفرق. ده احنا هو البلح ده بقول انت بتجيبيه من فين؟ من فوق النخله. شوف المشاكل اللي بتحصل معانا، ان ممكن انا في نخله بخش له وسط القصب. يعني وسط الزرع ممكن تلاقي في اللي في القصب اللي في الزرع. ده تعب تعب تعب. وان قصه ان انتوا بتبقوا قاعدين في الشمس طوال اليوم ده، انتوا بتفرزوا في البلح من خمسة الصبح الاذان المغرب واحنا فيها مهنه البلح في المصطاح. في المصطاح سواء كنتوا بتجنوا البلح او داخل او المصطاح. بنجني البلح او بنفرز او بنعمل فيه اي حاجه فيه. في بالنسبه في مشقه في القصه ده في تعب كتير، ما فيش يعني ده شيء اكيد. اي مهنه فيها تعب، ولو انا لو ما تعبتش في المهنه دي مش هتعيش منها. انت قلت متطلبات المزارعين داخل محافظه جنا خاصه قريه الحل، احنا كنا قريه الحل عشان فيها اكبر نسبه نخيل. تمام. ان انتوا عايزين مصنع تمور. هو والله ايه المميزات اللي هتحصل لو تم انشاء مصنع تمور؟ تمام، مميزات كثيره. اولا لتشغيل الشباب، اول حاجه استفاده منها تشغيل الشباب البلح. دي استفاده. انا الاستفاده الثانيه، انا لما اجي انا اروح اورد كميه البلح اللي عندي انا وجميع التجار الناس اللي شغاله في المهنه على مستوى المركز، لما يكون في توريد انا بقطع البلح من فوق النخله افرسه له واروح مديه له، هو ممكن يستلمه المصنع كلام سليم يعمل فيه حاجات كثيره. كلام سليم ان المصنع بيستفيد منه جميع الانواع دي. حي المصنع حي فيها ليه نظام شغل تغليف، هيطلع منه برضك اللي هو اعلاف، هيعمل مصنع ثاني هيعمل اعلاف الاغنام برضك من ضمن البلح. في بلح بيبقى مثلا بلح صغيره خالص ما بتنفعش، بلح بتبقى مخوشه، ده كله انا بعمله علف للاغنام. وحاليا الناس بتاخده علف الاغنام برضك، بتشتريه من الناس اللي عندها المصاطيح دي وبتاخده علف الاغنام. ليه؟ لما يكون في مصنع تمر ومن داخله كلام سليم مصنع مخلفات نخيل واعلاف، ده كله فيه استفاده. ده انا لو بعت الخشب بتاع اللي هو طالع من مخلفات النخيل هستفيد، والاعلاف برضك هستفيد، والتمور دي عامه لما يبقى دخل عليها برضك ناس مستثمرين وناس شغله وفي مصانع وفي تغليف. النهارده في مصانع بتعمل من الوادي الجديد واللي هو الانواع اللي هي زي السكري والبرح والمجدول، انواع غاليه. انا عندي بلح احلى من السكري ومن المجدول ومن جميع الانواع دي بالنسبه للبلح البلدي، عندي كثير وعندي انواع فخر. يعني انواع زي كده البلح طبعا انت بتاخد فيها معاناه طبعا، غير لما بيوصل ان انت تبيعه كده وتكسب منه. الله اعلم، انا ده رزق. ده رزق. وسوق برضه. على الله ربنا يرزقنا. ويوسع رزقنا جميعا يا رب ان شاء الله، ويوسع رزق المتابعين بتوعنا ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب باذن الله. احنا قصه السوسه طبعا. سوسه النخيل. سوسه عندي البلح عندنا تالف يعني. تمام. ازاي انت بتواجه سوسه البلح؟ بتعالج البلح بتاعك ازاي عشان ما يسوش معاك ويبوظ قبل ما البيع، مرحله البيع؟ الاول كانت وزاره الزراعه كانت بتعمل لنا عمليه تبخير على مستوى المراكز. يعني ايه تبخير؟
كان بتجيب مبيد، وهي اللي مسؤولة وزارة الزراعة اللي هي بتبخر الشون أصحاب البلح على مستوى المحافظة. النهاردة احنا لينا فترة كبيرة ما شفناش الحاجات دي. نتمشى كده. تمام. أول حاجة. كلام سليم. الحاجة الثانية، احنا حاليا دلوقتي مشاكلنا بالنسبة للتبخير البلح. البرشام صعب خالص. علبة البرشام. علبة البرشام اللي هو الهندي، وكان بيجينا الهندي والبرازيلي والألماني. حاليا يعني دلوقتي ايه البرشام ده بيعمل ايه؟ اللي هو بنحطه لتعقيم البلح، ببخر بيه البلح. يعني مرحله التبخير دي بتتم من خلال برشام. اللي هو المبيد. مبيد حشري يعني. ما هو مبيد حشري. هو مبيد عشان تحارب السوسه بتاعت، عشان خاطر احارب السوسه بتاعت البلح. ده هو مبيد حشري. تمام. عندنا المبيد ده بيجيبوه لنا من الهند، بيستوردوه من الهند، ما عندناش في مصر. في الماني وفي هندي وفي برازيلي. النهارده لينا فتره البرازيلي والالماني ما بينزلش عندنا، نازل الهندي اردأ نوع. وكنت اجيب العلبه بتاعت الهندي ب 240 جنيه. النهارده انا بجيب علبه البرشام الهندي ثمنها 1400 جنيه و1000 ونزلت 150 جنيه، بقت ب 1250 جنيه من 240 جنيه. فين وزير الزراعه ولا فين وزير التجاره من الحاجات دي؟ انتوا محتاجين مساعده المزارعين. مساعده من المسؤولين. طب ما انا حرام اصلا ادفع في كرتونه برشام فرق 12000 جنيه. انا هي مهنتي الله اعلم ورسوله، ممكن احط لها 120000 جنيه خساره في السنه بعد الشقه ده كله. ولو ربنا كرمني فيها كلام سليم يبقى سطرت نفسها وما فيش اي حاجه. فبدفع 12000 جنيه زياده في كرتونه البرشام. يعني ده فضل غلو سعر المبيد الحشري اللي بيحارب السوسه. يعني اضافه الى المشقه. شكرا لحضرتك. ماشي. اضافه لمشقه المصطاح، زي ما شايفين البلح ده اللي انتم شايفينه على الارض بيمر بمراحل عديده خالص. يعني المزارع بيفضل في عز درجه الحراره الظهر هو يفرز في البلح ده، لان اصلا البلح الشغل فيه بيتم في الشمس عشان يتجفف ويتم تقليبه طبعا اكتر من مره، وفرز النوع ده عن النوع ده، وطبعا كل نوع ليه سعر. ده قصه مصطاح البلح. احنا كنا معاكم النهارده من داخل اكبر مصطاح بلح بمركز قوس قريه الحله، اللي اشتهرت بالنخيل حوالينا. يعني في كل مكان زراعه النخيل في قريه الحله، زي ما شايفين النخيل حوالينا في كل مكان. ده مصدر رزق قرية الحلة بالكامل، مركز قوس جنوب محافظة قنا. وده كان لايفنا معاكم النهاردة، واستنونا في لايف جديد. كانت معاكم سمر مكي من محافظة قنا. دمتم في رعاية الله.